تتواصل الانطلاقات وينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام الشوط الثالث ايضا عودة الى الابكار في هذه المنافسة، والشوط الثالث ينطلق مع هذه البداية بمشاركة ما شاء الله لاكثر من 50 من هذه الابكار القادمة للتنافس في هذا الميدان. كما ذكرنا يوم التوقيتات ما شاء الله الجميلة، ونتوقع ايضا المزيد خاصة في ظل هذا النوع الممتاز والنوع القوي والنوع اللي نتمنى دائما ان يكون متواجدا. نذهب الى المقدمة السامرية ناصر بن سالم بن محمد الدرعي في المركز الاول، بينما المركز الثاني رهف محمد بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. المركز الثالث يا سلام على شومة لمانع بن سالم بن حمود الوهيبي، بينما المركز الرابع نعود مباشرة إلى الرابع هناك شاينية هلال بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز الخامس ظهور للمركز الخامس وهملولة مكتوم بن عبدالله بن غدير الدرعي، بينما المركز السادس في هذا التحدي يا شموخ سالمي بن دغاش بن محمد العامري. والمركز السابع يا سلام يا سلام يا سلام في هذه الانطلاقة نعود إلى حلوة صالح بن حمد بن سالم العامري في هذه المنافسة من خلال هذه الانطلاقة. وهناك أيضا وجود مهاب ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري، بينما المركز الثامن هنا دخول أيضا لهملولة محمد بن نافع الشدي المنصوري. والمركز التاسع يا سلام على هذه الانطلاقة وإذا الخوارة خليفة بن نصيب بن خليفة آل خيالي. والمركز العاشر ما شاء الله في المركز العاشر رهف محمد بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. هذه الأسماء يا سلام السامرية السامرية وسمرة صباحية ما شاء الله يبداها من البداية في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار. الله 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 يا السامرية على المقدمة في هذه الانطلاقة ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، ولكن هنا الهجوم اللي غير أيضا كل الأمور شرد سعيد بن ناصر بن سعيد آل اجتبي، بينما المركز الثاني تظهر أيضا أسماء الضبي سعيد بن غدير بن ذياب المالكي في هذه الانطلاقة. وشوف المركز الرابع في هذه اللحظات يظهر أيضا هنا خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي مع الخوارة في المركز الثالث في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار. هناك على المركز الرابع نعود إلى وجود نخوة علي بن حمد بن راشد البريصي المري. والمركز الخامس تتدخل أيضا هناك الخوارة اللي تصل أيضا في هذا التحدي ومهاب ناصر بن خليفة بن سلطان المنصوري. كل الأسماء اللي فيها هذه البداية وفي هذا المسار وفي هذه الإثارة يا سلام نتوقع الكوكبة القادمة اللي ما شاء الله تشكل أيضا هجوم. نحن قادمون نحن قادمون يا سلام يا سلام يا سلام السامرية على المقدمة. وهنا نتابع أيضا وجود القادم مع محسن بن محمد بن راشد العمري في هذه المنافسة. يا سلام يا سلام يا سلام الصراع التحدي النهائي. الله 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 المقدمة وهي الخوارة خليفة بن نصيب بن خليفة آل خيالي. يا سلام صمود على المقدمة والبداية، وأتوقع أن السلام إلى الخزنة هناك في العين دار الزين. ما شاء الله مشكور يا الخيلي مشكور على هذا الأداء بالفعل نوعية ممتازة ما شاء الله. الخوارة خليفة بن نصيب بن خليفة آل خيلي مع تحقيق الانتصار في المركز الأول، وإذا الاندفاع القوي المركز الثاني. المركز الثاني هي الظبي سعيد بن غدير بن ذياب المالكي. المركز الثالث جوار محمد بن حمد بن صالح النابت. والمركز الرابع هناك مهابة أيضا ناصر بن خليفة سلطان المنصوري. المركز الخامس كان الطواري هلال بن عبد الله بن سالم الحسني. نعود للتوقيت ونتابع أيضا هذا الانطلاق وهذا المسار ما شاء الله. نشوف 4 دقائق بلا شك حاضر أيضا في هذه اللحظات من خلال المنافسة وأيضا التحدي والإثارة. وأقول أيضا شكرا من خلال هذا
المسار. يا سلام الخوارة خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، سلام يا العين، 4 دقائق 33 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثاني. المركز الثاني نشوف المركز الثاني في هذه المنافسة وهي القادمة أيضا ضبي سعيد بن غدير بن ذياب المالكي أيضا 4 دقائق 35 ثانية وجزء واحد من الثاني. والمركز الثالث كان دخول معزة محسن بن محمد بن راشد العمري في المركز الثالث 4 دقائق 35 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس.